كل هذا كذب. يقول لك الساعة 2:30 صباحا سيلف القمر حول الكعبة وستكون السماء بنوم من البحر في ظهيرة تتكرر إلى 100 عام، وعليكم تدعو يا فارج الهم يا كاشف الهم. كل هذه الرسائل كذب، ونحن نحذر يا إخوان من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى للإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليدوم قدم من النار. رواه مسلم. قال: ومن قال علي ما لم أقل فليدوم قدم من النار. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الله يعافينا وإياكم من الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام.